اش غنقول لك المرحوم واخا ما عطاش نقولوا في حقه ما غاديش نعطيوه حتى غرام من داكشي اللي كيستحقوا. عبد الرؤوف هو الاب ديالنا الروحي ديال الفنانه في المغرب، هو اللي ورانا كيفاش نديروا الجولات تاع المسرح. هو راه بدا واقيلا على ما كنظن انايا في الخمسينات والستينات. عبد الرؤوف كان كيوصل لبلايص اللي ما واصلهمش الضوء والماء، كان كيوصل لهم عبد الرؤوف ويمشي ويدير لهم عروض ديال الاطفال وعروض ديال الكبار، ويمشي للدواور ويمشي للتشاير ويمشي للبلايص اللي فيهم الثلج. عبد الرؤوف شي حاجه كبيره. عبد الرؤوف بالنسبه للمغرب هو ما ضعناش فيه غير حنا الفنانه ولا الاسره الصغيره ديالو، ضاع فيه المغرب كامل. عبد الرؤوف كيبقى عبد الرؤوف عبد الرحيم التونسي، الله يرحمه ويوسع عليه ضيقه القبور. اللي غنقول في حقه الاستاذي ومدرستي عبد الرحيم التونسي الله يرحمه، هو بانه اعطى الكثير والكثير الساحه الفنيه. هو من الناس اللي عرفوا بالفكاهه وبالكوميديا المغربيه في العالم العربي، لان اي دوله غتمشي لها عربيه الا وكيعرفوا عبد الرحيم التونسي. عبد الرؤوف يعني عرف بالتقاليد المغربيه، باش باللباس ديالو اللي كان كيلبس بالطاقيه ديالو ولا بالجبادور ديالو، عرف بالصناعه التقليديه. هذا هو اللي جميل في الفنان. فالله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه في اليوم، والله يصبر وليداته، لانه كان رجل طيب لا مع الفنانين ولا مع العائله ولا مع كل شيء. فنتمنى له الرحمه والمغفره يا ربي في النهار. كانت يعني علاقتنا ما حبساش، لا في الزياره ديالو ولا كيجي عندي هو المستيمان ولا نمشي عنده انايا، مهما المرض ديالو كيجي هو والزوجه والوليدات ديالو حتى المستيمان. اخر لقاء اللي كان واحد البرنامج سميتو الفرق صعيب، مشيت سجلته معاه وكيردد هذه الكلمه كيقول لي فعلا راه الفرق صعيب الفرق صعيب الفرق صعيب. والله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه في اليوم، والله يصبر وليداته. سي عبد الرحيم الله يرحمه الله يجزى عليه الرحمات. انا اليوم الصباح ملي شفت الاخبار قالت لي يا بنتي تأثرت وتخيل لي بزاف، حيت كان صديقي من الستينيات كلنا يعملوا زوالات وحفلات وسهرات لا في المغرب ولا خارج المغرب، وكان الفرحه الكبيره هي ملي تعيط على الناس الله يرحمه الحسن الثاني، ونبداو نلعبوا قدامه ملي تنساليو وتنتجمعوا وتضحكوا اللعبه، وعمرنا ما تخاصمنا ولا تغيرنا ولا الله يرحمه. عبد الرؤوف كان رجل طيب، كان فنان بكل معنى الكلمه، صاحب الركح يعني ما كيعقش، كيكتب كيالف كيدير الاخراج وكيضحك الجمهور. هو من الناس اللي كرياو واحد الشخصيه ديالو، دار واحد الشخصيه اللي ضحك بها الملايين وضحك بها الجمهور المغربي كله، لدرجه اننا ملي كنا كنمشيو لشي مدينه غادي نديروا شي عرض، البيبان كيتهرسوا والجاج كيتهرس والناس على برا، وتيقولوا ها الوراق خليونا ندخلوا، ولكن ما عندهمش فين يدخلوا. وكان عبد الرؤوف عنده اسم لحد الان، باقي عنده اسم ومازال ان شاء الله. وكنتمنى على الله ان يكون شي خلاف، الا كان شي خلاف يقدر يكون من هنا لقدام. وعبد الرؤوف انسان طيب خلوق مخضرم